مرحبا برج الحمل، هذه قراءتك العامة لشهر مايو. برج الحمل كأنما الشيء الوحيد اللي واقف بينك وبين كل ما تتمناه في حياتك، الرخاء، الحب، العلاقة المكافئة. انت كأنما هني قاعد تنظر إلى الحياة بشكل عام. الجانب المادي جدا مهم في استقرارك، حتى في الجانب الأسري ومع الشريك. حان الوقت ان انت تدرك ان الوقت تغير. اذا كنت في الماضي دائما في احباط، دائما الامور ما تمشي لمصلحتك، دائما تحس انك كأنما الظروف ضدك، الامور مجتمعة عليك، مو قادر تحقق لنفسك الشيء اللي طمحت فيه، واجتهاداتك ما قاعدة تعطيك ثمارها. هذا كان في الماضي، يجب ان تدرك ان الحين دقة ساعة العمل. بما معناه حان الوقت ان انت تنهض. النهوض معناته ان احنا نتعافى من الامور اللي حدثت في الماضي، الخسارة، الفشل، عدم النجاح، امور ما مشت حسب توقعاتنا. لازم يكون عندنا ايمان ان ما مشت لحسب توقعاتنا مو لان احنا فاشلين، لان في هاي الامر مو مصلحتنا. مكتوب ليوصل لهاي المستوى وبعدين ينتهي. مكتوب لهاي المستوى من النضج في وظيفتك الحالية او في مشروعك. كأنما هني مطلوب منك ان تركز على الجانب الايجابي. كل جانب او كل شيء فيه له جانب ايجابي. اذا ظلينا نركز ونعمر في الجانب الايجابي بدل ما نقعد نبكي ونشتكي ونحزن من الجانب السلبي اللي مو عاجبنا. في الوظيفة، في المشروع، في الاموال، الاموال مو كفاية، كل ما احط يدي في مشروع ما يعطيني الثمار. عندما تستطيع ان تتخلى عن طاقة الاكواب، طاقة الخسارة، الندم، تحس ان انت دائما تعيد نفس القصة. مهما مسكت مشروع جديد، بداية جديدة، فرصة في الافق تنتظرك وتحدق فيك. اذا ظليت في هاي الوضع ما راح تدرك ان هاي الفرصة اصلا موجودة. كأنما الفرصة هني قاعدة تعرض نفسها عليك انت. بظروفك انت الحالية المطلوب منك ان تنظر الى نصف الكأس الممتلئ. لان اذا ظليت مركز فيه راح تدرك وتكتشف مع نفسك شلون تخلي الكأس كله مليان. تطلع من طاقة انا قبل كم سنة صار لي كذا، قبل كم سنة خسرت في مشروع، قبل كم سنة دائما انا برج الحمل مثلا يظلموني، مو انا اللي احصل الترقيات، مو انا اللي امشي على حساب او على مزاج الرؤساء عندي في العمل واحصل الترقيات، انا عمري ما تفوقت في الدراسة. هاي النوع من الكلام اللي قاعد تتكلم فيه نفسك حان الوقت انه ينتهي. اذا رحلت عن هاي الطاقة، الطاقة الجديدة بروحها ستطرق الابواب. كأنما عندك شيء يدق الابواب، حانت ساعة العمل، ايضا فيها صوت الساعة. حانت ساعة اللي انت تبتدي تحط جهودك في الامور اللي تريدها ان تثمر، بدل ما تقعد تقول دائما قصة الارنب لنفسك. قصة الارنب اللي دائما يعتقد هو دائما طاقته خائفة، دائما يعتقد ان يوم من الايام سيأتي النسر ويأكله، ويبتدي دائما يعيد نفس القصة، يقول لنفس الناس، دائما يشتكي من الضرائب، من المصاريف، من قلة الاموال، من الخسارة، من ان انا مظلوم، الناس يظلموني. هاي النوع من القصة، اذا قدرت تطلع نفسك من هاي النوع من الكلام ستحصل على مرادك. ما هو مرادك ستحصل عليه. الفرصة هني تنتظرك، البداية الجديدة، كأنما في بذرة هني جديدة توها ابتدت تزهر. اذا ما قدرت تعطيها اهتمامك الكامل ما راح تستطيع توصلها الى مرحلة النضوج، ان تكون شجرة كبيرة تعطيك ثمار. هني انت اللي عندك القدرة على تحريك الامور في حياتك. انظر الى الجانب الايجابي من ناحية العملية. خلنا نشوف، نوضح الكرتات اكثر. انا مو قادر تتخطى، مو قادر تتخطى الحقيقة ان الوقت تغير. الوقت تغير، حان وقت ان انت تطلع من الحيرة. كأنما هني يقول لك اي طريق تختاره افضل من انك تظل محتار، تظل تتكلم عن الماضي وعالق في طاقة الماضي، وتدرك ان هني في فرصة راح تستطيع تنميها بقدراتك،
بطاقة الماء هني اللي عندك صار مثل طاقة الندم، راح تستطيع أن توصل نفسك. ما أقول لك أحد يساعدك، أقول لك توصل نفسك للسعادة الكاملة. هني عندك اجتماع السعادة، الحب، الزواج مع الرخاء والأموال. عندك هاي النوع من الطاقة. لما نشوف أول خماسي يقع تحته 10 أكواب، معناته التقاء المصب، مصاب نهرين قويين. رغبات عندك أن تكون سعيد مع الحبيب، وأيضا تكون متزوج ومرتاح، وعندك الكثير من الأموال. هني دائما الخماسي الأول يتكلم عن مثل البقرة الحلو قاعدة تدر لنا، تدر بدون توقف. هاي النوع من الأموال اللي تظل دائما تعوم وتأتي لحياتك. في نقطة التقاء عندك إن شاء الله في المستقبل، بس أنت اللي هني المفروض تحط نفسك في هاي المصب. أنت اللي لازم تضع نفسك في هاي الطاقة، تدرك أنها متوفرة عشانك، تدرك أن حان الوقت أن أنت تغير محيط طاقتك. الساحر لما يكون معكوس، معناته فعلا أنت لديك جميع العناصر مجتمعة في الفترة القادمة عشان تغير وضعك المالي، حتى وضعك الدراسي ووضعك في العمل وفي التجارة. بس هل أنت ما قاعد تستخدم قدراتك في المكان الصحيح؟ نعم، لأن أنت في النهاية عندك طاقة. إذا ظليت تصرفها على الحزن والبكاء والندم وتقول دور أن أنا ضحية، أنا ضحية، أنا دائما ظلموني، أنت ما قاعد تصرف هذه الطاقة بأن تجلب لنفسك السعادة والشريك والحب اللي متوفرين من أجلك. الساحر معكوس، معناته عنده العناصر ولكن مو عارف يستخدم العناصر من أجل مصلحته. حتى العناصر إذا كانت متوفرة عشانك كأنه ما قاعد تستخدمهم ضدك، ضد نفسك. كأنما هني أنت قاعد تمر بمرحلة يسمونها سلف سابوتاج، تخريب وتدمير النفس ذاتيا. حان الوقت أن تترك أو تنهي، تتخلص، تتشافى، تتعافى من المشاكل أو القضايا والأمور اللي مريت فيها في الماضي. لما نمر بفترة طويلة بماضي ما نعالجه، راح يكون هذا هو وضعك. الفرصة الجميلة موجودة ومؤاتية، كل ما عليك أن تفعله أن تدرك أن عندك العناصر، عندك الفرصة قادمة بإذن الله، وتستخدمها بدون ما تقعد تعيد على سمفونية أنا عمري ما نجحت، أنا عمري ما حد قبلني، أنا عمري ما حصلت على مرادي، أنا دائما ما يختاروني من أجل الترقية، أنا دائما ما يختاروني من أجل المنحة أو البعثة. هذا النوع من الكلام، هذا فقط اللي يوقف عائق بينك وبين كل ما تتمناه في الحياة. الجانب الثاني اللي راح ننظر له هو الجانب العاطفي، راح تكون نظرة عامة على الوضع العاطفي. أول كرت، 3 الخماسيات، 8 الخماسيات. أوكي، الشريك سيأتيك بعرض جديد، ممكن حتى يكون شريك جديد، ولكن في هني مثل ما نقوله في twist for events أو twist of events، في حبكة أو لفة في الموضوع. يعني الشريك سيعرض عليك شيء أنت ما كنت متوقعه، ولكن شيء إيجابي. سيكون من العدم ولكن سيكون بطريقة لطيفة. من العدم راح يكون هو منا بادرة بطريقة مبتكرة، إن مثلا خل نبتدي نخطط حياتنا مع بعض، خل نبتدي نفكر في الارتباط، خل نبتدي نفاتح الأهل في موضوع الزواج. هاي النوع من التطور، لأن أشوفك كأنما هني أنت مركز على التفاصيل اليومية، الحياة العملية، الروتين اليومي أنت مركز عليه. في عز تركيزك وفي عز انشغالك سيأتيك الشريك بعرض جديد، كأنما أنت هناك في نفس الوقت قاعد تعمل على مشروع تحاول تكبره، يحتاج منك الاهتمام الكامل، لأن مشروع توه قاعد يطلع أو
مثلا ممكن حتى في الوظيفة، عندك شيء قاعد تهتم فيه تريد أن تكبره، ممكن حتى شهادة علمية، عندك شيء محتاج اهتمامك الكامل، ولكن عرض الشريك راح يطلب منك أن تعملون في شراكة مع بعض، اللي هي ممكن تكون مؤسسة الزواج، الخطبة، الارتباط، الحب، أن نخلي الأهل، هاي بعد كرت أن نخلي نبتدي نعرف الأهل على بعض، خطوات جدية ولكن بأسلوب مبتكر، بدل ما يقولك مثلا أريد الزواج بك راح يقولك ايش رايك نعرف خواتي على امك، امي على امك، هاي النوع من الطاقه بشكل شوي مختلف، بشكل جديد، بطاقه جديده، اسلوب مبتكر. انت هني مشغول يا برج الحمل خلال هاي الفتره اللي سياتيك فيها الشريك باذن الله، انت هني ستكون شويه كانما في موضع حيره، تسال نفسك لماذا الاشياء اللي اريدها تاتيني في الوقت اللي أنا أكون مشغول فيه، وعندما أكون فاضي هذا الشريك يكون مشغول عني، ليش دائما عكس؟ فكرت الحيرة أول شيء، يعني أول ردة فعل منك ما راح تكون جدا متحمسة، راح تكون قاعد تحسب شلون راح توزع طاقتك وجهدك وتوجد الوقت حتى عشان توفق بين العمل وبين عرض الشريك الجديد، ولكن ستدرك في نهاية المطاف كأنما يأتيك الإلهام أن هذا هو الشيء، الشخص، العرض اللي لطالما حلمت فيه. ستدرك أيضا أن أنت في مرحلة النجمة، كرت النجمة معناته أمنيتك في الحياة هي ليست فقط واحدة، أنت مش مسموح لك فقط بأمنية واحدة أو مخير، أما الزواج والحب وأما العمل والأموال والنجاح، أبدا. هني يقول لك لا تتنازل عن الطريقين، لا تحس ان انت مخير اما يمين واما يسار، انت تستطيع تحصل على الاثنين تزامنا في نفس الوقت، كل اللي عليك تسويه ان تتواصل مع نفسك، لما تكون متواصل مع نفسك راح تعرف بينك وبين نفسك بدون حتى ان تسأل الاخرين، متى اعطي الوقت الاولوية للشريك، متى أعطي الأولوية لعملي، ومتى أوفق بين الاثنين. هذه أمنيتك اللي تلوح في الأفق من فترة طويلة يا برج الحمل، فلما تأتيك الفرص تجتمع عليك الفرص لكذا لأكثر من شيء راح يأتيك خلال شهر مايو، ابتداء من شهر مايو الفرص راح تبتدي تتجمع عليك، الحب يدق بابك، العمل، احتمال أيضا الدراسة والتجارة أو إنشاء أسرة، كلها راح تجتمع الفرص وتكون الأبواب تطرق عليك. فإهني عندما تجتمع الفرص لا تصير أنت انسحابي أو تخاف من الانشغال، تخاف أن أنت ما عندك الوقت والطاقة الكافية أن أنت تتعامل معهم كلهم، مثل ما يقولك هذه فرصة عمر، خذ الموضوع كله. لازم تدرك أن أنت أمامك حصة الأسد، لازم تستفيد منها بأقصى درجة ممكنة، عندك كرت الأمنية ما تمنيته قاعد يحدث لك، فلا تصير أنت اللي تهرب منه، الحبيب، الحب، الزواج، وأيضا حتى النجاح كلهم إن شاء الله يأتون في طريقك. القراءة العاطفية التفصيلية راح أسويها إن شاء الله في الفترة القادمة، تكون خاصة أول شيء للمنفصلين والعزاب والمرتبطين عشان ينطبق على حالاتكم بشكل خاص. اللي بعد راح ننظر إلى المجال، الجانب الصحي وأيضا جانب القانوني، نشوف ما هي التطورات عندك. برج الحمل، هل أنت تكره عندك خوف إما من المستشفيات إما من الإبر أو العمليات، إنزين، ولكن كأنما أنت تحتاج لهذا الشيء اللي أنت قاعد تحاول تهرب منه. أنا بعد كرت انقلب، أوكي، دائما تحاول الهرب، التملص من الفحوص، التملص من زيارة الدكتور، التملص من أن تفصح عن ألمك، تفصح أن أنت محتاج مساعدة في جانب معين في الصحة، تعاني من عوارض ما قاعد تخبي وقاعد تداري بسبب أيضا نوع من الخوف، تخاف تكتشف
ان عندك مشكلة وهذا الشيء يقلقك. خلينا نشوف ما هي النصيحة لك. النصيحة ان تدرك ان انت الحمد لله حالتك وصحتك جدا ممتازة ومستقرة وصلبة. العوارض اللي تشتكي منها هي مجرد عوارض، ما في تحتها مشكلة كبيرة أساسية، هي مجرد عوارض يجب أن تعالجها أول بأول عشان ما تتراكم وتسبب مشكلة كبيرة. إذا كنت تعاني من العوارض، إذا ما عندك أي مشكلة صحية، فأنت الحمد لله تمام وستبقى بأفضل حال. عندك كارت الاستقرار وحجر الأساس، فأنت أساسك صلب، ولكن في أمور معينة لازم تنجزها بالتعاون مع إما المستشفى أو النظام الصحي. فحوص روتينية قاعد تتملص منها، جرعة أوبر، جرعة جراحة بسيطة، أنت هني كأنك قاعد تخاف. حان الوقت أن أنت تواجه الموضوع، ما تظل تتملص عشان المشكلة ما تأثر على صحتك العامة وأساسك القوي اللي موجود حالياً وقاعد تتنعم فيه. عندك كرت الامبراطورة، انت تتنعم في رخاء وفي صحة وفي نعمة كأن مهني ما تدرك قيمتها. عشان تحافظ عليها لازم تظل انت اللي تراكض وراها مو تهرب منها. خلنا نشوف الجانب القانوني. عزيزي برج الحمل، في الجانب القانوني حان الوقت ان انت تنظر الى الموضوع اللي عندك. اذا كانت عندك اي قضية في المحكمة او في الشرطة، تنظر الى اذا كان عندك اشخاص معنيين مثل الاطفال، ضع مصلحتهم اولا، لا تخلي عنادك هو اللي يقود الموقف. معروف برج الحمل ممكن بعض الاحيان يكون قوي وعنيد، كرتك الخاص هو اللي طلع عندك، كرت الامبراطور. لما طاقتك تطلع عندك معناتها بمزاياها وبعيوبها قاعد انت ماسك الموضوع. الامبراطور قوي يعتمد عليه، ولكن في نفس الوقت جدا صارم وعنيد، يعني من النوع اللي ما تقدر تناقش معه. هل انت وجهة نظرك في الموضوع غير مرنة؟ هني كأنما يقول لك خل عندك شوي تعاطف او مراعاة للاشخاص اللي راح يؤثر عليهم القرار. مو الخصم، مو شرط الخصم نفسه، ولكن اذا عندك ابناء، اذا هذا الشخص عنده ابناء وراح يتأثرون ايضا بسبب هذا القرار، عنده اهل يعتمدون عليه، فكر في هذا الجانب قبل ان تتخذ خطوات كبيرة، قبل ان توصل لمرحلة أنت ما تقدر أن خلاص تتراجع عن قرارك. أنا أشوف أن الحكم إن شاء الله في المستقبل سيكون في صالحك، أو أنت عندك القوة في الموقف، أنت اللي تقدر تحدد. فكأنما هني مطلوب منك أن شوي تنزل من طاقة الإمبراطور وتأخذ طاقة خلني أبحث عن طريقة أحمي فيها نفسي وأحصل على ما أريد، وفي نفس الوقت ما أأذي أو أسمح للأذية تنتشر لأشخاص يعتمدون على هاي الخصم، أبناء، أهل، احتمال إذا بينكم أبناء مشتركين. يعني بما معنى هني، حتى لو عندكم مشكلة تخص المشروع أو البزنس، خذ اللي من حقك، ولكن احرص أن أنت ما تدمر سمعة المشروع بشكل كامل. خذ فقط حقك من الموضوع، احرص أن أنت ما تترك أثر مدمر أو أثر يترك نتائج سلبية على حياة هذا الشخص. أنا أشوف كأنما موضع القوة عندك أنت. خلنا نشوف الأخبار القادمة بطريقك، أو من هو الشخص القادم في طريقك إن شاء الله في المستقبل.
ثمانية الأكواب مرة أخرى، معناته طاقة الندم أو التعلق في الماضي، عدم القدرة أن احنا نرحل عن أمور، حان الوقت أن احنا نرحل عنها. عزيزي برج الحمل، في الفترة القادمة احتمال شخص من برج ترابي أو شخص يرى الأمور من وجهة نظر جدا عقلانية وحكيمة. عندك إنسان حكيم في حياتك، شخص دائما يقف إلى جانبك أنت، يأخذ الطريق إليك أنت، مهما كانت الظروف هذا الشخص يقف معك أنت، يتفق معك. إذا عندك أشخاص أنت عدو معاهم هذا هو حليفك، احتمال أم، أخ، أب، أخت، عضيدك في الحياة، كان دائما يتفق معك في كل الأمور. في الفترة القادمة راح يختلف معك في أمر مهم، راح يختلف معك ولكن من أجل مصلحتك، راح يخبرك أنه يا برج الحمل، احتمال هذا له ارتباط بالجانب العملي أو الجانب القانوني، اربطها مع هذاك الجانب عشان تفهمها، أن هذا الشخص يقول لك فعلا حان الوقت إما أنك تنظر إلى الإيجابيات في حياتك، ما تظل حتى هذا الشخص أشوفه كأنما تعب أو تملل من كثر ما أنت تندب حظك، فكأنما هني حامل الخماس بيده قاعد يريك الجانب الإيجابي اللي في حياتك أنت، قاعد يقدمها لك على طبق ويقول لك انظر إلى النعم اللي عندك في حياتك وما قاعد تقدرها، وقاعد دائما عالق في التفكير السلبي، وهذا التفكير السلبي هو اللي يمنعك عن بدايتك الجديدة اللي تستحقها. البداية تنتظرك، هذا الشخص راح يقول لك هالكلام، البداية في انتظارك، أنت تستطيع أن تنجز، أنت اللي تقدر تسوي، راح يقول لك لا تقعد تلوم، راح يقول لك لا تقعد تلوم يا برج الحمل وتقول بسبب فلان ولأن علان سوى فيني ولأن أنا ما حصلت على الترقية ولأن ولأن، لا تعطي أعذار. هذا الشخص يقول لك خلاص كفاية أعذار، كفاية نعيش في الماضي، كفاية نقعد نحاول نمشي أمور ما قاعدة تمشي، حان الوقت أن احنا نرحل عن الأمور اللي ما قاعدة تمشي، وتطالع الطبق اللي عندك، تطالع حياتك، الجزء المليان فيها، النعم الموجودة فيها. وقتها أول شيء أنت ردت فعلك راح تكون تستغرب من هذا الشخص شلون قاعد يكلمك بهاي الطريقة، لأنه دائما كان يتفق معاك، وأيضا راح يوعيك وإن كان بينكم اختلاف بسيط راح يوعيك على شيء خفي عنك، راح يرى الأمور حتى يتفق يعني مع أشخاص بالعادة يختلف معهم، من أجل أن يريك أنت الحقيقة، من أجل أن يفهمك أن الكنترول عندك يا برج الحمل، ولكن لازم تطلع من طاقة ثمان الأكواب. راح أسحب لك كرت أخير تبع النصيحة، نشوف ما هي. spiritual connection، الارتباط الروحي بين شخصين، بين شيئين، بينك أنت وبين هدفك في الحياة، بينك أنت وبين ما تتمنى. يقول لك a relationship has a connection that goes beyond this lifetime، علاقة فيها ارتباط يعود إلى حياة قبل هذه الحياة، يعود إلى أزمان سابقة. ونشوف شخصين بينهم مسافة ولكن بينهم ارتباط عقلي أو روحاني أو روحي حتى، وفي الوسط يمدون يدهم إلى بعض. احتمال هذا هو الشخص اللي قلت لك هو القادم في طريقك، شخص عزيز عليك، دائما هو مثل ما نقولين حليفك، حليفك هذا الشخص في الحياة، وانتم مرتبطين مع، وان كنتم مختلفين انتم مرتبطين قبل هذه الحياة، انتم اجتمعتوا لسبب هني، وهو ان هذا الشخص يفهمك، لانه جدا يفهمك، حان الوقت ان انت تقبل نصيحته. عنده نصيحة في الفترة القادمة، ورأي عنده رأي واضح ودقيق بخصوص حياتك، حاول انك تتقبله، لان هذا الشخص مو شخص يدخل ويخرج من حياتك او شخص عابر، هذا شخص عندك معاه ارتباط روحي وأسباب تجمعك فيه من قبل هذه الحياة.